بعدين. انت افهم الموضوع يا عبد الله، وحماد افهم الموضوع. يا اخي انا تفضلون في المواضيع ما تدرون وش. انا اتكلم ان الشخص ذا مدفوع له فلوس عشان ذا اللحظه. صح، دافعين حق الرجال. انا اكلمكم طيب، يشاركها مو ياخذ منه جواله. يا خيل اني طالع ابراهيم. لا لا والله العظيم قسم بيات الله انك تستاهل. خليك تخرج غير ابراهيم، لا تخرج غير جو. لا يا سلطان خروجك بيقهرنا انك خارج وراك وترجع لنا العصر. سلطان خذني معك، بشوف الجوال. خذني معك ابو عبد الله. لا لا تصير ان شاء الله. الله الله يا ربي. امين. نفسك سلامتكم. اللي ناقصه شيء ولا يبي شيء اعطوني له سياف. وين هذا الشعر يا عيال؟ لا يا رجل، عندي الاربع عصر ما يمديني عصر. طيب عصر اثنين ظهر. سلامتك. اللي بيجيك بيجيني ساكن. بالله اعطيكم موتر. لا تشاري ناقص دراهم. مره سلامتك. ورضا انتوا اللي ناقصك. سياف عطني ورقتك. توقع ابو عبد الله. ضاحي انا. احنا وش جابنا عنده ذا؟ ما نمسك بس دقيقه. يا عيال خلي الرجال بجواله. يا الربع تظبطك. ضاحي يا الربع دقيقه. بعد ساعه توجه لبس سلطان الميد. بعد ساعه يا اخي. ام الكذق يا ولد. ما فيش صباح. ضاحي ورني ما في خمس. سلطان روح لسلطان. تبون البث؟ بث بالحلو يا عيال عمي. يلا يا